قامت إدارة العمليات بوزارة الداخلية وبالتنسيق مع مديريات الشرطة في مختلف المحافظات والدفاع المدني والإدارة العامة للمرور باتخاذ إجراءات ميدانية من أجل مساعدة المواطنين والمقيمين من خلال التعامل المهني والعاجل مع تجمع مياه الأمطار واتخاذ ما يلزم بخصوص البلاغات ذات الصلة. في إطار التعاون مع تداعيات مواجهة الطقس والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها مملكة البحرين، أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث عن تفعيل خطط الطوارئ المعدة سلفاً وفق معطيات ومنهجية علمية وميدانية مدروسة. فقد قامت إدارة العمليات بالتنسيق مع مديريات الشرطة بالمحافظات الأربع والدفاع المدني والمرور باتخاذ إجراءات ميدانية من أجل مساعدة المواطنين والمقيمين في تدبير شؤونهم وقضاء مصالحهم من خلال التعامل المهني والعاجل مع مشكلة تجمع مياه الأمطار واتخاذ ما يلزم بخصوص البلاغات ذات الصلة. كما تعاملت الدوريات المرورية مع بلاغات مختلفة تضمنت حوادث تلفيات بسيطة وسحب مركبات متعطلة في تجمعات الأمطار وتنظيم الحركة المرورية على التقاطعات والشوارع الرئيسة ومساعدة من تعطلت مركباتهم وعمل التحويلات اللازمة ومراقبة الحركة المرورية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يضمن انسيابية الحركة المرورية. اتخذت الإدارة العامة للمرور كل الإجراءات الاحتياطية والاحترازية ووضعت طبعا جميع الترتيبات اللازمة بنشر جميع الدوريات في مملكة البحرين وفي مختلف الشوارع من دوريات أمنية ودراجات نارية ورافعات أيضا لتسهيل الحركة المرورية وانسيابية الحركة بأسرع صورة ممكنة. شهدت بعض الشوارع ازدحامات واختناقات مرورية بسبب تجمع مياه الأمطار، ولكن الإدارة العامة للمرور تبذل الجهد الكامل لرجوع انسيابية الحركة المرورية في أسرع وقت ممكن، والإدارة أيضا تدعو جميع مستخدمي الطريق بأخذ الحيطة والحذر ومسافة الأمان بين السيارات، وأيضا تدعو أولياء الأمور للانتباه لسلامة أبنائهم في السيارة وعدم استخدام الهاتف وجلوس الأبناء في المقعد الخلفي وعدم الخروج من النوافذ تحسبا لأي ظرف وموقف مفاجئ ممكن يصادف السائق على الطريق. وأيضا الإدارة تشكر جميع مستخدمي الطريق من مواطنين ومقيمين لتعاونهم مع رجال المرور واتباع جميع التعليمات، مع تمنياتنا لهم بالسلامة إن شاء الله. كما باشر الدفاع المدني عددا من البلاغات المتعلقة بتداعيات الأمطار الغزيرة، من بينها بلاغات بسقوط أشجار وأعمدة إنارة ومظلات وحدوث مهس كهربائي. كما تم استخدام المضخات في سحب مياه الأمطار بالتعاون والتنسيق مع وزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الأشغال. قامت الإدارة العامة للدفاع المدني بتلقي بلاغات منها تساقط أشجار وأعمدة إنارة، كما قامت بإزالة المياه المتجمعة في محافظات مملكة البحرين لتسنى للمواطنين والمقيمين بسلك هذه الشوارع. كما قامت الإدارة العامة للدفاع المدني بنشر الآليات في جميع محافظات المملكة، وذلك لإزالة المياه عن طريق المضخات والآليات. كما تقوم الإدارة العامة للدفاع المدني بتلقي جميع البلاغات عن طريق غرفة العمليات. وعلى الصعيد التوعوي، دعت قيادة خفر السواحل مرتادي البحر لأخذ الحيطة والحذر والتقيد بالإرشادات الوقائية أثناء فترة هطول الأمطار.